إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. لو بتعاني من أعراض جرثومة المعدة الحلزونية وثبت فعلا بالتحليل وجود هذه الجرثومة، علشان ننجح في القضاء عليها لابد أولا من الذهاب لطبيب متخصص لتحديد نوع الكورس العلاجي المضاد الحيوي المناسب لحالتك. ثانيا، لازم لما تيجي تاخد علاج الجرثومة خده في توقيتات ثابتة وجرعات مظبوطة، ومهم جدا ان علاج الجرثومة لا تقل فترة علاجه عن 14 يوم بأي حال من الأحوال، لأن أقل من كده ممكن الجرثومة ترجع تاني. ولو الجرثومة لسه موجودة يعني ما انقضاش عليها، ممكن الطبيب يكتب لك كورس علاجي مختلف تكرر كورس علاج تاني بنسميه خط الدفاع التاني أو التالت وهكذا. ولو برضو ما استجبتش ورجعت تاني، هيبقى الحل الوحيد وقتها إن احنا نعمل منظار معدة وناخد عينة من جدار المعدة علشان نعمل مزرعة على هذه الجرثومة ونقدر نحدد نوع المضاد الحيوي المناسب ليها، وبالتالي نقدر نتخلص منها. فاصل وهنعرف معلومة تانية. مرض النقرس هو عبارة عن تراكم أملاح اليوريك أسيد في الدم وفي الجسم. حمض اليوريك أسيد موجود في أماكن متفرقة في الجسم، في المفاصل وفي الجلد وفي الكلى. بيتسبب لما يتراكم في آلام مفاجئة وحادة في المفاصل مصحوبة بتورم واحمرار، وغالبا ده بيحصل في أصبع القدم الكبير. ممكن الألم ده يصحي المريض من النوم، وممكن يكون شديد لدرجة إن المريض ما يستحملش حتى إن حد يلمسه، وما يستحملش مجرد إنه يغطي رجله وهو نايم على السرير بالغطاء العادي بتاعنا. وممكن تترسب بلورات اليوريك أسيد تحت الجلد وتعمل فيه رواسب رملية في أصابع القدمين أو اليدين أو الكعب، لكن الرواسب الرملية دي عادة بتكون غير مؤلمة. أملاح اليوريك أسيد كمان ممكن تتجمع في الكليتين والمسالك البولية وتعمل فيها حصوات. علاج النقرس بيعتمد على استخدام المسكنات مضادات الالتهابات ومخفضات لأملاح اليورات في الدم ومادة الكولشيسين، مع الاهتمام بالمشروبات الصحية زي المية وتجنب الإسراف في القهوة أو الشاي أو الكولا، استبدلهم بالمية وباقي السوائل زي عصير الفواكه، مع ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على تنزيل الوزن في حالات السمنة. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.